50 توا في السونداج، تقريبا 450 شخص لحد الآن صوت 50% معاه بتشريك من ميش و50% معاه تشريك بن سعيد. انت ذاكر شنو رايك؟ ريسك ريسك صعيبه هي، انا قاعد تشوف الاختيار صعيب، قاعد تشوف فيه عناد نتاع واحد يحامي على يحمي في المود في الحارس نتاعو على البريسيون اللي صارت له من الكل، من البلاتوات، من النوادي، من الفيسبوك، من تعرف وقتاش انا نلعب اساسي وقت اللي يكون في التيران نتاعي قدام الجمهور نتاعي، على خاطر ماهيش بتجيه برشا كور ويبدا ستابل ومع الجمهور يعمل له الهلمه نتاعو، لكن تهزوا التيران بجريدين وتلعبوا للواحد على خاطر راهو لا قدر الله كان شغل ترى وحسبوه راهو تنسى جمله واحده. وزاد ما ننساوش نعاود نحكيها، حق هو طفل نحبه وابوه صاحبي حق بن سعيد، زاد ولازم عقله وقتاش باش يلعب وقتاش باش تعطيه فرصته. جاتو فرصته، جاتو بالتحب قلبه بالقانون بالرياضيين، جاتو باش ياخذ حقه. انا ناكد لك زعما باش يكون تو كيما خموا على ميميش، ما هو زاد لازم يخموا على بن سعيد، هذا مو الحارس بتاعهم. زاد نتصور انا يعمل لاشمون توتال كان يلقى روحه مش تيتيلير غدا ومعاش نجم تجيب منه وقت اللي تستحقه. كان جاي كوب دافريك وجاي ماتشوات احنا نقولوا درازم اصحاح ماكش باش تلقاه، باش تولي تنجم تخسر زوج حراس في الوقت. لازم تخسر الحاجه الاخرى على المدرب تو قاعد نسمع زاد ما لازموش يدخلوه في بريسيون تاع طابع، على خاطر الطابع ما نجمش تلقاه في بلكردير، ما نجمش تلقاه في جامعتي. الطابع اللي باش تنجم تشوف حاجه تبدلت نتاع 20 30% تكون في الملعب نتاعك، زاد في تيران ممتاز مع الببليك مع كذا ينجم يلقى راحته. خاطر توا المباراه بتاع اليوم ماهيش صعيب باش تلقى الطابع، لانها كلها مباراه تكتيكيه باش ما يخسرش، ومباراه كلها في انجاجمون فيزيك ونجمش تلعب، ما نجمش. عندنا ملاعب في تونس حتى بنقردين كي تخرج برا بنقردين تلعب منيح. هي بيدا كي تخرج تلعب البر، ودايور كي تشوف لي ريزولتات تاع بقردين تعثرت في الملاعب تاعها اكثر من البر وتخرج. عملوا الخرج سليمان ربحت سليمان تربح تربح تلعب البر، ملعب صعيب كيما قال طارق، ملعب معناتها من انا مشيت وشفته معناتها يقلق كيما ملعب مجاز الباب كيما ملعب معناتها يشبه الكل والبعض. لكن الحاجه الباهيه اللي عملها المدرب قاعد نشوف التشكيل اللي ما غيرش ما عملش هكا الفلسفه زعما جاء هو بدل الدنيا كل نفس التشكيله محسوب نفس السيستم باش يلعب بيه، كانه القصري قاعد على السي اسكندر القصري قاعد على البنك. الحاجه اللي نجم نشوفها انا في المدرب في المباراه هذه في الوضعيات بتاع المباراه في التغييرات نتاعو كيفاش ينجم يقرا وقت النجم وقت النجم باش يجيبهم طابع صحيح مازال ما يتلقاش. وين خليني ناخذ رايك في موضوع من ميش بن سعيد ولا شوف سلام هذا السؤال نوجهه لكم الكل زاد اه طبعا نجيك تعرف اليوم بس. اليوم بين بالكشف بين بالكشف انا نقول راهو سليم ديما تقعد وتقول راهو غلطة بشير بن سعيد اللي هو مشى للترجي على حسب اللي نشوفه الاغلاط نتاع الحارس. واليوم كي ما تاخذش فرصة اليوم يدل لي كونه الترجي حاجتها بمستقبل نتاع الفريق اللي هو امين الله ميميش. انا مانيش كونتر ديما نقول لك اهم حاجة اليوم مستقبل الشبان هما مستقبل الفريق. معناتها بشير بن سعيد صحيح اليوم ميميش قاعد يغلط نورمالمون ياخذ فرصته بين بالكاشف. اليوم اللي بشير بن سعيد مشى للتراجي لا قدر الله ولطف عليه طفل ما عندي معاه حتى مشكل، بشير بن سعيد مشى للتراجي في صوره 100 تضرب ميميش اخطاء ماهيش اخطاء راك ماكش باش تلعب في صوره 100 تضرب ميميش بشير بن سعيد، خاطر الناس الكل لاحظت. اما مروان كانت فعلا معاك بشير قلت لي انت خطا كي مشى للتراجي هو عارف روحه راه نتصور قبل شي قعد على البنك الناس الكل شفت بشير امان الله عملوا له عدة سيزون كبيره بشير تقريبا 33 32 عام ماشي عارف روحه باش يقعد على البنك. معناها نتصوروا كي مشى معناتها مش خطا ماهوش تفاجئ كي قال روحه على البنك عارف روحه وصل ممكن عمر معين يشوف روحه خمم فيها فلوس يمكن. لا ما سلام يتفاجئ كي ما تتعاود الاغلاط وما يدخلش تولي اسلام اسلام على انا على حسب ما اظن معناتها حسب ما نعرف كونه بشير بن سعيد في كارير وش لعب وش هز بطولات. اليوم كي نحكيو على الترجي راه باش يمشي يلعب على القاب في السي في نتاعو نحكي باش ياخذ برشا فلوس سيكو يسير باش ياخذ فلوس، خاطر اليوم كي تحكي اليوم ماشي للتراجي قدامك احسن معناتها احسن جارديان عاملينو معناتها احسن جارديان عاملينو في تونس ومعناتها ومشيت له اللي هو معناتها باش يكون الحارس الاول المنتخب. انا اليوم كي نخمم اللي عملوا بشير معناتها مش كوتي سبورتيف اللي عملوا اعز معمل علاش اسلام اليوم كيما تحكي انت 32 و 33 سنه و 33 سنه فهمت شنو من جهه تقول لي غلطت وقلت لي بعد عايز معمل كرويا غلطه كرويا
يقسم روحه على زوج. لا كرويا غلط. لا لا خاطريش كان فريق بشير بسعيد اول ما تحل الميركاتو ديريكت مشى صح في الترجي، كان صبر شويه ممكن يكون في النادي الافريقي وممكن يقعد هو الحارس الاول في المنتخب غير هو ما تذكرش فيها. إيه ما فهمت قلت لي غلطه، قلت لي احسن عمل ما فهمتهاش. كرويا غلطه ماديا اعز عمل بخاطر الاخر راه تحب ولا تكره اليوم باش تمشي بناك تلعب في كوب دو مونت كلوب في امريكا راه نهار اخر باش يحكي بيه هو. واليوم كفلوس باش بسعيش كون فلوس في مستير اش عمل الفلوس راه واش اكلمك معناتها كي نحكيه اليوم كي تحكي 32 سنه ومش يلقاها هذه اش كمشي باش تاخذوا سعوديه باش بن سعيد في 32 في مشي يمشي كون. شوف نحكيه على امور فلوس راني نحكي راه فما كان ترجي تعطيهم له الفلوس باش يمشي يس شامبيونا يلعب على الشامبيونا باش يلعب على الكوب باش يلعب على كوب دو مونت في السي في نهار اخر حتى خيش كون فلوس وهو في مستير. الراجل كي بيكون نعرفوا احنا الكون ولا ما كونش ما كونش لو نحكيه ترى شكون في مستير. نحكيوش كون ولا ما كونش هو شاريتو اللي في الاسبيرونس في عام كامل في مستير. يتيج نحكي راه هكا تحكي لي على حارس جاي رومبلاسون جماعي حارس الاول في المنتخب نحكي لكم الظروف المادية تعرف اش عنده انت اسمعني كي جاي لا انا لا انت وفما جوار في كاريره ما يحبش يمشي يلعب في معناتها يمشي يكون بناك في كوب دو موندي كلوب هذاك تو علاش كبروا فيها سهله هو اختار الامور المادية كيما انت خاطرنيش نكلمك مازالوا ياخذوا من السعوديه جارديان هما توا العمر زاد راهو احنا قاعدين نعملوا في المشاكل ونعملوا في كل شيء وتفر راضي بوضعيته وعارف ميش هو باش يكون الحارس الاول وكل شيء راضي انا حس مره الشوال اللي عملوا في كاريرو خاطر كتفول ما كونش حتى شيء وما هز حتى تيترويت ما انت دي ناقص تو باش قلنا يطلبني نقول شو مدخلكم فيه تي ليه ماشي هذا نحن قاعدين حلينا ذي الكل ونحكيه على هذا وتفول راضي بروحه حاب يحسن من موضعيته مش حاب يسوق حاب يسكوب حاب يلعب كو دو مون دو كلوب في كاريرو بعيت له مروان راك في كلامك تبدا تحكي مش اللي بركي حتى كي انت راك تمشي منظم وتهبط على الباكوتي وترجع باش نقول لك عليه ما تقولش عليه سبقت وي مو ندخل له يعمل لي بلاجون انت قلت شو محلاه الكلمه حارس منتخب صحيح ما صارش في مستير كان صبر شويه راهو مشى للنادي الفريقي بروجي سبورتيف هذا اي اي زرب اي كان مشى للنادي الفريقي في الفتره الاولى زاد راهو حتى نقولوا ياخذ برشا فلوس باه ومن شيره تقول لي اختار الفلوس هاو اللي قلته انت صحيح التايمينج اللي عملوا غلط كرويا ني والحارس اللي عنده ثقه في روحه انا نولي كي تحكي لي هكا كي جيت نحب التراجي نولي خاف من شخصيته سيرتو هو ليبر ذاك الحارس اللي الواحد تقول لي انت 32 الحراس راهو يمشيو يلعبوا ال 40 وهو ينجم يلعب خاطر تيلي في تونس معليش تقيل في اوروبا شكون عندك احنا بلبولي 36 سنه قلت له كبر وما عادش فيه ما عادش عيط له المنتخب تي فين جيت علينا في المنتخب تي نحكي ما تقارنيش بوفون وكاسياس وتقول لي هاو تمشي انا ما قارنش ببرا تي نحكي هذه اللغه اللي غلط حدني الحدود يا دي كارديا 33 سنه 34 سنه كبر في تونس هو الحارس سي بشير بن سعيد هو سيريال وليد الطفل سيريال حتى الفوتبول جاه في كبره صحيت خلينا نديو كان في جابس كان في جابس جاء للمستير رومبلاسون كان عليه العيار يلعب كان في المستوى خذا بلاصتو هذيك نورمالمون يبني عليها تقول لي انا نقول لك انا نعرفكم جوريت منهم انت تعرف علاش تجبد له على الفيمي ولا لا 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 الفيمي تفهمنا فيه انا فما طفله لازم تعرف شوف في شيك حلي مش نضحك شويه ايش بكشي افون سوتر حصرني لو تسيب التليفون تلاقيه بي في الرايف ها باش نفسر لك شنو هو اللي هو يعمل الفارق وانتم جوارات تتلوجوا عليها في الكونتراتوات ان كان لك الترونش الاولى باهي برشا اي سير كيما اي واحد صح يشوف كان العوام وقدام من صفر لا شافهم برشا لا ذاكر فما حاجه مشى صح اي خاطر مازال ما تحلش الميركاتو باش يصح لا فما حاجه شفتهم صفر اي بيسور ما قدرت تجري اي من صغير بي اسمع يا كيما قلت انت صغر في فلوس مد لي انا فلوس تو من صغر ذاكر الطفل كيما قلت انت جاتو في 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 فانت كارير الطلعه نتاعو هكا ولا لا لا الزيتاب اللي تعداها باش بسعيد باش شنو تو ما تكلموش مع بعض وعدكم خليه يحكي اي تعرف بعطاش رايه في الموضوع اي تعرف اول حاجه بلاك قبل نتاع تي شفت بوك كيفاش غير عليك كيفاش غير عليك ما هو زي فيها هذيك اللي كان مرفق قلت لك مرفق هنا ومن بعد